السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 حاجات لو انت حافظت عليها وضبط عليها هتحميك من البلايا ومن المصائب ومن العيب ومن السحر ومن شياطين الانس والجن. 5 حاجات وسهلة ولذيذة، بس هقولك عليها بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة في اذكار الصباح وفي اذكار المساء تعود ان تقرأ المعوذات. ايه المعوذات؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن خبيب قل، قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات حتى تصبح وثلاث مرات حتى تمسي تكفيك من كل شيء. دي أول حاجة. برضو عندنا في أذكار الصباح وأذكار المساء ان احنا نقول ايه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. يبقى مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء الصبح وآخر النهار المعوذات 3 مرات كل سورة، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء المعوذات تعمل إيه؟ تكفيك من كل شيء. الصبح تكفيك من كل شيء لحد آخر النهار، قلتها آخر النهار تكفيك من كل شيء حتى الصبح. طيب في أذكار الصباح وأذكار المساء برضو هنقول إيه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لتكفيك من البلايا بقى والمصائب والأضرار والحاجات. ده رقم 2. رقم 3 وانت خارج من المنزل تقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول لك انت خارج كده من المنزل يأتيك ملكان موكلان بك، فاذا قلت بسم الله قال هديت، فاذا قلت توكلت على الله قال كفيت، فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت. ولما تبدأ تتحرك كده يأتيك القرين أو القرينين من كده يعود يتنازع علشان يوسوس لك ويعملوا حاجة، فيقول أحدهما ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. يبقى أنت وأنت حتى خارج من بيتك ورايح في حتة رايح مشوار تقدر تحصن نفسك. ده رقم 3 الذكر ده عند الخروج. 4 طب انا نزلت مكان، رحت مشوار، نزلت ارض، نزلت محل، نزلت مول، نزلت حاجه هعمل فيها حاجه، قل هذا الدعاء. وده رقم 4. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا نزل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. طول ما أنت في المكان ده مش هيضرك أي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى يحفظك لو أنت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ده بقى إيه؟ احنا قلنا الصبح أنت خارج رحت أي مشوار بالنهار أنت متحصن. طب أنا عايز أحصن نفسي بالليل قبل ما أنام، تقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وتقرأ الآية حتى ما تخلص مع أذكار النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نقول 5 حاجات تاني، المعوذات عند الصباح وعند المساء 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات عند الصباح وعند المساء، دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نزلت منزلا أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين.